معنا الناطق الإعلامي باسم السيد سفيان توبال، عضو مجلس النواب ورئيس كتلة الشق بتاع الحمامات بتاع مستير الشق الم... مستير شق مستير شق مستير الشق بتاع مستير. اللي هو معناتها رئيس كتلة في الشق بتاع الشق مستير في الكتلة الأولى بتاع الكتلة الثانية بتاع نداء تونس، والحاج راه الحاج توبال، الحاج توبال الحاج سفيان توبال. توبال لو توضح لنا حقيقة الفيديو اللي وقع ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي، معناتها وشفنا سفيان توبال وهو يورش على الراقصة في مصر. والله أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، أنا راني نحب نوضح حاجة يا رسول الله. يذم الإشاعات، يذم الإشاعات، راهو الراجل تهمتوه بالباطل يا رسول الله. أنا نحب نوضح لك حاجة، اللي الفيديو هذاك راهو قديم. إي نعم، الفيديو هذاك تفرج عليه، هذاك راهو قديم. شنو هو قديم كاش؟ قديم، تعرف هذاك وقتاش يا سيد؟ هذاك من بعد الحجة السادسة بتاع طوبال وقبر العمرة الرابعة، معناتها جي بين الحجة السادسة والعمرة الرابعة بتاع سي طوبال. طيب وش عندنا في الحجة السادسة والرابعة؟ مش هذا موضوعنا. لو توضح لنا أنت حقيقة الفيديو اللي وقع الترويج هذاك في مصر ويرشق على الراقصة سي الحاجة ذا طوبال، لو توضح لنا حقيقة الفيديو ذاك. والله حقيقة الفيديو هو راهو سي طوبال كان في الحج، بعد ما عمل مناسك الحج وكمل الحج متاعه وغفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورجع كيوم ولادته أمه مقادم الحج، اتعدى لمصر باش يبدل منها شوية جو، وثم غاديك عاملين محاضرة، هاي محاضرة على الفقر وعلى القضاء على العائلات المعوزة. سي طوبال اتعدى غادي، هذه الحكايه صار مشي لمصر باش يبدل الجو، غادي برشا الناس ركبت على الحدث، وهو راه مشي غادي تبان باش ينحي التعب نتاع الحجه نتاع وجهي باش ينحي غادي. هذا هو اللي صار. باهي لو تحكي لنا، معناتها احنا شفناه في وضعيه معناتها مسترابه لما حاله في الكباريه وكذا ومعاه راقصه، لو تحكي لنا في شو يعمل وهو غادي. لا مش صحيح، مش صحيح، هذه الترفيق. انا باش نكون معك واضح، واضح برشا الناس مشوا اللي سي طوبال ولا الحاج طوبال يشرب، راهو عيب، عيب ما يجيش هكا. شنو ما يشربش؟ مش صحيح، شكون اللي قال لك؟ سي طوبال راهو من اخر مره وقت تعارك هو حافظ وما عادش يسلع من عنده وما عادش يبعث له حافظ في السلعه من وقت حلف عليه. ما تسخوش الراجل يا رسول الله، ما تسخوش الراجل. كان يسلع من الدبو بتاع سي حافظ. اي كان ياخذ من حافظ من وقت حلف عليه، قال له رحمه امي لا عاد تحطها في فمي. ما تسخوش الراجل. ما يشربش معناتها. ما يشربش، ما يشربش. انت تتاكد معناتها؟ متاكد، متاكد، برشا ناس ماشيين شادين في الدبوسه. احنا شفنا دبوزة فوق الطاولة. الكل شافتها الدبوزة. الدبوزة هذيك راهي مية زمزم. الدبوزة اللي دخلها هذيك للملها راهي مية زمزم. باش نكون معاكم واضحين، وهذا مش كلامي ليا. نجمو نسألوا مدير الملها ولا المتكلم بالملها. ونجمو نسألوا زاد الراقصة زاد. تو يا رسول الله راقصة مش تكذب. باهي انت تو قلت لي انه معناتها هذاك ما زمزم، الدبوزه هذيك ما زمزم، معناتها من الحج تعدى بالدبوزه ما زمزم. باهي باهي، على ذكر الراقصه احنا شفنا سي سفيان او الحاج سفيان توبال قاعد يرشق على الراقصه، لو تحكي لنا معناتها كيفاش. والله النقطه هذه مستغرب كيفاش تجادلوا فيها ونقعدوا نحكوا فيها. النقطه هذه اعرفكم سريه، ما ثم حد شيء، لا ثم نص قراني، لا ثم حديث نبوي يحرم الرشوق. احنا راهو مشانا حتى البطيخ واتصلنا بيه، قال ما ثمش الرشوق، راهو مش حرام، اي واحد يحب يرشق يرشق حر، انت تحب ترشق ارشق حر، شكون ردك؟ انت تتاكد انه رشوق حلال؟ اي رشوق حلال. انا المشكله مش هنا، راهي المشكله، المشكله اكل المراه هذيك اللي ترقص ولا الرقاصه هذيك، عرفتوا هاش شكون؟ عرفتوا هاش شنو حكايتها؟ عرفتوا هاش شنو السبب نتاعها هكاك يا رسول الله؟ ما يجيش راهو، ما يجيش هكا. شنو حكايتها الراقصه لو تحكي لنا انت؟ الراقصة هذيك يا سيدي من العائلات المعوزة. اي نعم. في مصر. من مصر، من عائلات المعوزة نتاع مصر. باش نكون واضحين. معناتها احنا زازينا العائلات المعوزة في تونس باش تعدينا تو العائلات المعوزة في مصر. مش حكاية، الحكاية مش مربوطة بالعائلات المعوزة لا في تونس لا في مصر لا في فرنسا لا في أمريكا لا في الكوم ولا حتى شيء. احنا متفتحين راهو. احنا راهو العائلات المعوزة الكل على وجه الأرض تعنينا. نعرف ثم عائلات معوز وقاعدين يقول لك شو حلول، ثم حلول قاعدين. الندوه هذه راهي في حلول للقضاء على العائلات المعوزه، احنا باش نشوفوا طريقه. هو مشى للندوه ولا مشى باش يرشق على الواحد؟ مش مشى، خلينا نفهمك عادي، مشى عادي، خلينا نفهمك عادي. هو اصلا مشى للندوه غاديك، من بعد ما عملوا الندوه كل شيء حبوا باش يمروا للتطبيق،
باش يعملوا درس تطبيقي. يا ندرا الندوة نشحت ما نشحتش، ماشي الندوة نجم الناس تتجاوب مع الندوة ولا ما تتجاوبش مع الندوة. نشوف الزيخ هذاك وقتها شافوها هذه من عائلة الموزة ترقص باش يرشقوا عليها اعتبار تطبيقي على يطبقوا عليها معناتها الدرس التطبيقي في القضاء العائلات المعوزة والفقر. هذا هو اللي صار، هذه هي اللي صار. انت نمشي ابعد من ذلك. طيب يا رسول الله، كان السيد طوبال ولا الحاج طوبال كان جات النية نتاعها مش باهية يا اخي يرشق الفلوس هكاكا، ما راهو حتى الفلوس هنية ولا حتى هنية ولا حتى هنية ولا حتى هنية الفلوس، راهو حتى هكا ولا هكا. اما النية صافية، راهو الراجل يرشق من بعيد والكل شفناه يا رسول الله. يعاودوا تفرجوا على الفيديو ثبتوا فيه الرجل منين يرشق. معناتها ما كانش عنده نية خايبة مع لا 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 هذا درس تطبيقي، هذا يصير في المؤتمرات الكل يصير، في حتى الدول المتقدمة يعملوها هكا، حاجة عادية. باهي لو تحكينا أنت تنجمش تقولنا الفلوس هذيك منين بالضبط؟ الفلوس هذيك، الفلوس هذيك باش نكون صريح معاك نتاع الحج. نتاع العمرة. نعم. نتاع المطعم، مولا المطعم، نتاع مولا المطعم. مولا المطعم مدها لسي سفيان طوبال باش يرشقها على الراقصة. وشنو علاقته وكيفاش مولا المطعم عطي الفلوس مولا هذا مولا طوبال؟ يا ودي هذا طوبال راهو يعرف، هذا مولا المطعم يعرفوا بعضهم. وحتى طوبال بيناتنا نصرح فيها بالخاص، طوبال كان يخدم غاديك. كان يخدم في الكباري. ايه كان يخدم في الكباري غاديك، كان يخدم طبابلي. ويا هذاك هو الخدمة، هذيك الخدمة. صار خدم طبابلي في الكباري قبل ما يتلنصى معناتها. قبل ما يتلنصى للسياسة وقبل ما يدخل المجلس النواب وقبل كل شيء، كان يخدم طبابلي غاديك ويعرف مولا المطعم يعرف ثقة وعطى الفلوس باش يرشقها. معناتها مولا المطعم يخدم بطبابلية غادي ويخدم بطبابلية وعنده زادة رقصات وعنده شواذ وعنده كل شيء باش تمشي الخدمة، هذه حاجة معروفة ماشي حاجة جديدة معناها. معناتها ما نجموش نقولوا هذيك فلوس الشعب. لا 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 مستحيل. ماهيش فلوس الشعب، شكون اللي قال فلوس الشعب؟ ماهيش فلوس الشعب. احنا يكون في بالك كان نعرفوا اللي هي فلوس الشعب مش قدموا قضية، وكل واحد مش يتحاسب راه. ما ثمش. يعني الدولة معناتها تنجم معناتها تسترجع أموالها المنهوبة تو من الراقصة هذيا معناتها إذا ثبت فلوس الشعب هذيك. سؤال مهم، أنا باش نكون معك صريح. الفلوس هذيك كانت تثبت اللي هي ماهيش نتاع المطعم، احنا رانا باش نتحركوا. ماناش باش نقعدوا مقطفين إيدينا. وباش ناخذوا الاجراءات اللازمه وريت الفلوس المنهوبه هذيك احنا رانا باش نرجعها من الراقصه كان بالحق فلوسنا على الاقل كي ما نجمناش نرجعوا الفلوس من البنوك من برا نرجعوا فلوسنا من الراقصه وباش نطلبوها زاد بالقانون. يعني تشك انت اللي هي ماهيش فلوس الشعب؟ هذا الشعب يا ربي انا شعب يا اخي فاضي تو الشعب ما عنده ما يعمل يا ولد الشعب راهو لاهي بالزلابيه، لاهي بالمخارق، لاهي بالبنان طلع ولا هبط، لاهي بمسلسل علي يشورب، لاهي بالمشاعر. هذا باش لاهي الشعب. وزيد اخويا بالله شكون اختار طوبال؟ مني اخترته؟ ما هو الشعب اختاره ولا؟ هو حر الشعب، يعرف اش يختار. وزيد الفلوس هذيك راهي فلوس الشعب. معناتها طوبال حر باش يصرفها ولا يرشقها. واضحه الحكايه. معناتها تقول انت ما دام حطه هو يتصرف الشعب. ايه الشعب ما دام حطه هو يتحمل المسؤوليه. الشعب هو يتحمل المسؤوليه. باهي احنا حسب معناتها الاستقصاء اللي عملناه سمعنا معناتها ما نعرفش اشاعات ولا سمعنا انه الراقصه هذيك معناتها اللي كان يورش عليها سي سفيان طوبال اللي هي معناتها الاخت انس الحطاب. لا 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 مش صحيح. تنفي الاخبار. لا 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 ننفي زاد وبشده مش صحيح. أنس حطاب ما إلى بتاع مصر لا شيء، أنس حطاب نعرف كنت بتاع تونس. أنس حطاب هنا في تونس، حتى كان ترقص، ترقص هنا في تونس. وزيد رسول الله المرأة موجوعة طرف السويرديات اللي لمتهم، سرقتهم لهم سرقتها لها الخادمة ولا شكون، ما نزيدوش عليها، ماهيش أنس، ما غير ما نلخبطوها الحديث ونبنوا في التأويل وندخلها بعض. معناتها أنت تنفي الأخبار هذه إشاعات. ننفي بشدة زاد ننفي، مش صحيح. بايرينا معناتها شخص بجنب سي سفيان طوبال او الحاج طوبال قاعد في السهره ذيك في الملهى الليلي، لو تحكي لنا معناتها شكون السيد هذاك؟ السيد هذاك سيدي هو المرشد الديني نتاع سي طوبال نتاع الحاج طوبال. اي المرشد الديني نتاع هذاك المرشد الديني تعدى من الحجه تعدى زاد معاه. تعدى معاه تعدى معاه، خاطرش طوبال راهو مشى الحجه ما مشاش وحده. تعدى معاه جماعه. وهذاك سيدي المرشد الديني نتاع طوبال. والإمام الخمس نتاع نداء تونس. إن شاء الله إن شاء الله قاعدين قال لك يحفظوا فيه ويعلموا فيه، إن شاء الله باش كيطيح البطيخ باش يشد هو في بلاصته. يشد هو دير شؤون الدينية. يشرب زاد هو من زمزم. إي 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 حتى وقتها كله في زمزم، كله تبع زمزم هذيك. باهي أنت تتصور شنو هو الغاية من تسريب الفيديو هذا؟ أنا باش نكون معاك صريح.
راهو احنا في بالنا باش كل هبط الفيديو وفي بالنا بكل شيء. انا نحب نقول للي هبط الفيديو راهو كيما انت هبطت الفيديو نتاع الحاج طوبال هو يرشق في الفلوس والراقصة تشطح، احنا راهو باش نهبطوا زاد فيديو اما انت ترقص وهم يرشقوا عليك. باه يا نعم هكا معناتها الفيديو موجود ومش هبطوه. معناتها يقول قايل تو معناتها هذه مستويات بتاع نواب شعب والناس تفرج فيكم، هذا مستوى بتاع نواب شعب؟ والله بصراحه هكاك حاسب الناس اللي انتخبوه.